وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من أي شيء تكون زكاة الفطر؟ أم من الدراهم؟ أم من الثياب؟ أم من الفرش؟ أم من الأواني؟ أم من الأطعمة؟ أم من المشروبات؟ أم من ماذا؟ نقول هي من الطعام، هي من الطعام. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. انتبه، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب وقوع أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام، ولم يقيد، وما جاء مقيدا كحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت. ولهذا قال أبو سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب، أو قال وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، والبر في عهد الرسول كان قليلا. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام، فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا جماعة، يجوز. لماذا؟ لأنه طعام. وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟ لا. إن قلتم نعم أخطأتم، وإن قلتم لا أخطأتم. ينظر، إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم، لأن هناك ما يأكل إلا اللحم، ما عندهم شيء غير اللحم، منطقة متجمدة لكن يأخذون من الأسماك ونحوها. طيب، إذن إذا كان اللحم طعاما للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاما، وإلا فلا. طيب، لو أخرجها من الدراهم، رجل قدر صاع الرز مثلا بخمسة ريالات فأخرج خمسة ريالات عن صاع الرز، وقال أنا لا أقتصر على خمسة ريالات بل أخرج خمسين ريالا عن الصاع، فهل يجزئه؟ لا يجزئ، لا يجزئه. نعم، لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فلا يجوز أن نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر. نقول لا يجوز أن تقابل السنن بالرأي. السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لو أخرج الإنسان عن صاع الرز الذي يساوي خمسة ريالات خمسين ريالا فإن ذلك لا يجزئ.